السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم اختي، عارفين اني كنحمق عليكم، كنموت عليكم وكنبغيكم بزاف. هادشي علاش ما كنساكمش، واخا كنكون مسافره وكنستمتع كنخليكم حتى نتوما تشوفوا معايا هاد اللقطات التلقائيه الزوينه. نهار غزال ما بين اقشور ما بين مارتيل، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو ما تفلتوا حتى حاجه. انا كنمونطي وكنضحك، يعني اجواء فنه. سمية مرحبا بك اختي في اقشور، نورتي. عبدو واحد وعبدو جوج، مرحبا بكم. عبدو واحد في التليفون، قولي انا كل سيمانه هنا. كل سيمانه انت انت اللي مرحبا بك اختي والف مرحبا. الله يخطيك اختي، ميرسي بوكو. هذه هي اختي منظمه الحفله، هي وسي عبدو. ايوا شوفوا شوفوا لي الاجواء ديال اقشور ثاني. ها انتوما راني صورت لكم في الطريق شويه، شوفوا لي دابا الدخله. حنا داخلين الشلال، سمعوا لي الماء، الماء يا اختي، سمعتوا الماء؟ واحد السويت ديال الماء رائع. شوفوا اختي بجوج الف واحد. انتما سميه كتبلوغي ليكم، غتحط لكم فيديو غنخلي ليكم. في الطبلة الكنابي بصح كديري في الكنابي كتفرجي زوينين، كيسخنوا حتى اصلا خلي صوف. المهم داكشي اللي كاين في الشاون هو كاين هنا ثاني، ولكن هنا اجواء ثاني. شوف ها مشاو يشوفوا الطواج هنا، هما شوفوا الليمون الرمج هذا، هو مع الليمون ما عرفتش. شوفوا الجبل ما شاء الله. ها انتما الفلوق ديال هادشي غتشوفوه في الفلوق ديال سمية ديال نوال ديال نوال. شوفوا داكشي الصغيرين شحال فنين الالوان اختي الطبيعيه. ضروري ناخذو من الانير. ضروري ناخذو لي سوفونير. تخلي لي بوحدك ولا ناخذ لي بوحدك؟ لا لا بحاجه، حاجه وحده. لا لا كان عندك تجربه. ايوا انتما شوف شوف الله، شوف شوف الله 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 الله. سيري خاطر ندير لك سكرين ونصيفطها لك، ديري هكا ندير لك سكرين زوينه، ندير لها غير سكرين واخا ديك الساعه قاديها. سميه كتفلوغي، عبدو كيبرد راسو. عبدو هاد الطويج ناس السلام كتبرد السلعه. وعبدو كتبرد السلعه. سخنت نشوفها. سخنت تبارك الله. برد برد لا تخلينا نصلع، راه باغي نصلع. صافي قول لها صافي غنصلع بحال بحال عبدو باغي نصلع. سمية قالت له بغي يصلع. شوفي عبدو برد السلعه. قولي خلي ويلي ويلي الراجل باغي يولي يقرع. شوفوا ميا عرفتوا الما هنا بارد بارد وصافي، خلي الراجل يقرع. ويلا ناول قال لي صلى، عرفتي صحيت كي ناول اللي يبان ما البنات ناول نخلي عبدو يصلع. اختي باش ما باش ما تقولش لي راجلي انا بوحدي اللي قرع، باش يولي عبدو واحد قرع عبدو جوج قرع. انا ما غاديش تجي معانا حيت البنات شايفاه بلا بلا شعر مريم. ما عجبكش؟ لا اختي انا ماشي مشكل، في جميع الحالات قابلين قابلين تنقبلوا عليهم. شوفي اختي الرجال اللي داروا كيجي معاهم حيتنا حنا مساكن العيالات. ايوا اختي غنطلعوا ثاني واحد طلعه وحده اخرى عاد نوصلوا للشلال. مرحبا بينا في اقشور اختي، وصلنا دابا عرفتي واحد الطبيعه طبيعه طبيعه غزاله طبيعه غزاله خاص كملتها الطبيعه. ربيعه اختي ربيعه بنت ربيعه. ايوا معنا سمية غزاله. صراحه البنات واحد الله ما تفارقتش انا وياها. البنات والله تناول القلب الابيض القلب الكبير. شوفوا كنت كنتفرج فيها من المستبدعين ديالها من شحال هذه، وعرفتي شنو غنعاود لكم حتى المره باش ما نطولش الفيديو. كيفاش تعرفنا دابا نتغدى كيفاش تعرفنا ندير لنا جلسه في الليل ان شاء الله. ضروري غنعاود لكم كيفاش تعرفت على نوال. واحد السيده ما كنتش بحالها وحق الله، التواضع والظرافه. العفو سي العفو والله. دابا عرفتي شنو ولات اكثر من عرفتي ما تفرقناش. بحال اختي بحال اختي. شوف عرفتي الرحله الكار عامر غير طرطق. شوفوا عبدو احنا فيه بعدا راجلي سميتو عبدو راجلي سميتو عبدو ما تفرقوش انا وياه ما تفرقناش. شوفوا جات العقليه ديالي. وتا هما سبحان الله. وان شاء الله ما غتكونش هذه الاولى باقي، حنا درنا شحال ديال بروغرامات. دابا ضروري تجي لعندي انا ان شاء الله. هي كاينه في الجديده سيدي بوزيد. شو عندها شكون حتى انت تجي مرحبا بك عارفه اللي كاين. وصلنا اختي الشلال بقينا نهضروا معاكم. وصلنا الشلال ايوا درنا عرفتي قلت لها هادشي خصو الورقه والستيلو نديرو بروغرامات. ما كاين اختي غير الفلوقات الزوينين والطاقه الايجابيه. هو داكشي اللي شفنا بعويناتنا نوريوه لكم في الكليه الشلال يا اختي. واخيرا وصلنا. ها انتم
ضربنا تمره في شنو وحده ضروري على الانستغرام. اش قالت عندها الانستغرام تبارك الله زوين ومعديها كنعكس ديالي ما كتبغيش دير تحس لي بونس كنصور غير يوتيوب كنسى انستغرام سبحان الله وهي العكس هي كتصور الانستغرام في الصح ديال الموت هي كتصور انستغرام اكتيف فيه واليوتيوب كتنساه شوف اختي فين دخلت دخلت دابا وسط الجبال عرفتم وصلنا عند عبدو وعبدو عبدو قال لنا صورتوا فيلم قصير درتوا ساعتين باش تصوروا شوفوا الالوان يا سلام واحد الالوان كتهدئ اعصاب شوف كتريح فريمون شوفوا هنا البنات من كي جلسوا قهاوي المهم داكشي فين داكشي ولاتي ولاتي شوفوا ما شاء الله ها هو عبدو دار واحد التصويرات فنين انا بغيت تصورني يلا صورني ابي يلا وقف فين قال لي وقف هنايا بغى يطيحني سمية كنت كتشفي تصوريني من الفوق وانا انت كتصوريني من الفوق ما صورتش ديك الجليسات تصوري انت ديك الجليسات من الفوق زوريني تتعطيني عبدو شوفوا الجليسات جلسة فنة هانسوما بليناهم والله العظيم بزاف شوفي راه تا هما كيتعاندوا معانا عاودها ولكن خاص انت راسك مع عبدو خصو يديك على شوي فوالا هما جاو يقلبوا على الطواجن جنب بالماء وكلشي محروقين ماشي زعما مع مزيانات مع العواد شوفوا دابا هذا المخرج هذا الطريجين ما شاء الله شوفوا الماء بارك الله شوفوا الطريجين صغيرون المهم عرفتي واحد الريحه ديال العواد حتى لينا الخير من شوفوا الله يلا هانتوما القهوه ديال اقشور وسط الشجر غنرجعو عند هذاك الاولاني زوين عنده طويجين ديال الحوت المهم ضربنا دويره هنا وشفنا الاسمنه وشفنا شنو عنده كاين الدجاج كاين اللحم واحد اللي عنده الحوت في الاول ضربنا دويره في هذه الطلعه كامله المهم كاينين طويجينات كيف ما شاركت معكم كاين الدجاج كاين اللحم كاين الحوت واحد اللي عنده الحوت هو داك الاولاني سبحان الله مكتب لينا نرجعو عنده صافي اتفقنا باش ناكلو الحوت طويجين ديال الحوت وغنرجعو عنده وحتى الجليسه زوينه تما قريبه للواد صراحه هنا كلشي زوين هانتو دابا طلعنا تم الفوق ورجعنا الناس راه جالسين دايزا شتي هاهي سمية الغزالة انت بغيتي الحوت؟ انا بغيت الحوت كلشي اتفقنا ندور الكاميرا لا دورتها عندي نصور انا شتي زوينة لا في فنة ايوا شوف اختي احنا داخلين وسط الادغال شوف الطريق زوينة وسط الجبال ما شاء الله راني سخفت صورني انا خويا غاد بس حيت صبط وبس السبر ديالو عبدو بغى يصورني هنا حتى نرجع لكم شوفوا 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 واحد الديكور فن شوف عبدو شوف هنايا وسط الشجر شجر ملاقي
مهم هادو ما طويجنات هنا فين لقينا الحوت اتفقنا عليه ها انتما ما شاء الله. واو شنو هي تاكلي طويجين ديال الحوت في هاد البلاصه؟ عرفتي شنو هي؟ الله يبارك فيك، شكرا بزاف، الله يعاونكم. شوفوا يا اختي الطويجنات هادو كلهم حوت ولا لحم؟ كنا سابقا وسلفا عاود الدجاج. الدجاج نعم لا حي حي قال لي عبدوش الحوت ميت عبدو لا حي باقي كيفرفر. كاين هذا عاود المعزي اها عندك غطر الغنيه ها انتما عاود الغنيه. يعطيكم الصحه. شوفوا شوفوا داك اللي ليا كيعجبني نصور طويجنات كيديروا هنا حتى الفطور بلدي. هانتوما حنايا تجمعنا حنا غنتغداو. سميه عجبك الحوت؟ هانتوما اللي باغي الحار اللي باغي الحامض هانتوما. هذا شنو هذا الدجاج؟ بغاو ياخذوا المعزي وبغاو ياخذوا الحوت. شوفوا الكريسه خليهم هما كيتفاهموا. نصور لكم انا دابا غنطلعوا نتغداو. شوف واحد البلاصه عزلناها عجيبه غريبه، كاينين الناس الفوق من هنا ولكن هنا كاين الشمس وهنا كاين هنايا الشمس. حنا غنجلسوا الفوق يطلع على كلش. صافي غنطلعوا من هنا. شنو بغيتي؟ هو هاي سمية عطيني كقلب على سمية. سمية هاي سمية شوف انا فين وصلت. شفتوا الجليسة كي دايرة؟ يا سلام سلم يا سلام على الجمال. عرفتوا هنا عالي كيطلع على هذا الشيء كامل. اصلي حسن على سير عجل قول محمد عالي. شفتوا الجليسة وشوفوا فين كطل. ها انتم لافابو ديال الطبيعة ما يجري قدامي. شوف المانيت غيبة الوان اخويا هذيك انت. كالعادة صافي راه حفظتوه ما كيتسنى حد. حفظتوه اختي حفظتوه. صلاة وسلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا محمد الله مع الجلالي. أسلمتنا كيسان الله يسهل عليك. من الصبح حنا كنتسنى اختي فهاد الطويجين. برافو سمية برافو سمية. سمية قالت لي حشمت نهضر. والله الا كنحشم كنحشم نهضر قدام العباد ضروري. ها ما عاونوك قالت لي كنتغدا قدام هذا الفيديو هذا الزوين. عبدو اختي عبدو واحد عبدو جوج. عبدو موقع الله يرحم الوالدين. عبدو موقع المهم اختي مرحبا بكم. قلت نشارك معكم هذه الاجواء هانتوما يا اختي. انا واحد الدربوش بعد منا راكم عارفين الطبيعه ماشي مشكل. صافي المهم جات الطويجين ديالنا الصح ما كنتسناوش الحفونه. وشوفوا شري ديال التلفزيون مطيشه و قلت لسمية صوري 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 زعما اللقطه ديال غدا كملي فلوق ديالها. قالت لي شنو نصور بصح مطيشه فنيت. قلت لي لا الجلسه اختي ما عجباتكش الجلسه يسفنا بصلاه ماشي في الدار كتجيك عاديه ولكن ملي كتخرجي كتجيك شي حاجه طوف يا كاينه ولا ما كايناش؟ كاين الطاجين الطاجين ياك عبدو كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. بصلاه ماشي في الدار مابقاش كتجيك؟ واعره واعره. يلاه خويا جيت نتغدى مرحبا بكم. بغيت نشارك معكم هاد الاجواء غزاله فنه. شوف 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 السما مع الخضوره مع الطبيعه. شوف مع الطاجين Thank you.
وهنا كنا شدينا الطريق وصلنا لتطوان غنباتوا ان شاء الله في مارتيل. عفسو ما حسيناش بالطريق، قولها وضحك عليها، قولها وجمع عليها. حنا جالسين القدام كنسمعوا شي كلمه تكلقاو راسنا كنضحكوا بلا ما نحسوا. كنقول لهم شكرا بزاف جروب الله عمر هذا، يعني الناس كلهم كانوا يعني ضحكيين نشطيين، حتى الشوفور حتى هو الله عمر هذا عرفتوا كيدير الاجواء. مهم كنقول لهم شكرا بزاف، وعبدو وسميه ما نساهمش طبيعه الحال. حنا راه دخلنا البنات وجينا وباقي الكونتاكت بيناتنا وغنتلاقاو قريبا ان شاء الله. ما تنساوش البنات، نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال قناه سميه والانستغرام بالنسبه لشي ديال الرحلات. القناه ديالها يلاه غترجع ليها، راه غتلقاو باقي ما حطاش فيديوهات ولكن القناه رائعه. وصلنا لمارتيل. المهم كنت غندير لكم جوله في الدار فين كرينا. هذا ريزيدونس كامله، يعني حنا كاملين اللي في الرحله كلشي خدينا هكا في هذه ديزابارتمون اون فاس مع البحر. تغدى ان شاء الله في الصباح تكون الاضاءه زوينه وندير لكم جوله. المهم دخلنا دوشت ما غسلتش شعري حيت باقا ملي غنجي ثاني غنضرب واحد التدويشه شي فركانيس. دابا غير دوشت بلا ما غسل شعري حيت غنخرج دابا باش ما يضربنيش البرد وصافي. الصراحه ارتاحينا شويه، عفوا ارتحيت شويه، يعني شفت نفخه عاد فقس درت شويه الماسكارا وداكشي وغنخرجوا دابا نخرج انا وسميه. المهم نضربوا دويره هكا في المدينه نشوفوا كاين هنا قيصريه كلشي. عرفتي كنطل دابا الدنيا عامره، انتم حدايا واحد انفاس معايا واحد الحوانت هاد الزنقه حتى هي هذيك الزنقه ديال مارتي اللي فيها القيصريه اللي فيها البال فيها القيصريه كلشي. وانفاس معانا كاين لاكوت كتقطعي على رجليك. غدا في الصباح ان شاء الله قبل ما نخرجوا ندير لكم جوله باش هكا تاخذوا فكره. صافي هادشي اللي كاين دابا كنتسنى غير سميه تتوجد ونخرجوا. المهم ما لقيتش حاجه نتقداها، ما لقيتش غير ندورو وجاني الجوع نخرج ناخذ شي حاجه ناكلها. عبدو راه نعس شويه قال لي غنتكى واحد شويه خليته متكي حتى ما يفيق. ايوا هادشي اللي كاين. قلت نرد عليكم بعدا اختي تشوفوني بعدا ونصور لكم. شوفوني راني وصلت على خير وبخير، عرفتكم تبقاو مشغولين عليا اختي، عارفاكم تبقاو مشغولين عليا. شفتو البنات هانتوما قلت لكم ديك الزنقه فيها القيصريه وجدتي اختي. صافي سميه هي وجدات باش نخرجو. خرجنا نتمشاو في مارتيل، المهم نشوفو ناكلو شي حاجه ونشريو شي حاجه. هذا هو الزعزع الشمالي هو كيزعزع الراس. هاي الخبيزه العجيبه هي هذه. المهم شنو فيها انا ما عرفتش عليها ولكن ما فيهاش البيض هذه. لا فيها الطون. فيها الطون كاشير زيتون كيتشوب. المهم هذه خبيزه عجيبه بس ما كيعرفوهاش. هاي عفوها تاني كنشوف الناس كياخذوها كنت كندوز من حدا معمر هنا معمرني خديتها. اليوم المهم اليوم قلنا اي حاجه تلاقينا معاه غندوقوها. ماكولات الشمال كلهم غندوقوهم اليوم ان شاء الله. نمشيو نقلبوا على كريم تي تاهو الى لقيناه. المهم الطون وكاشير والزيتون كثر شفنا. انا دابا باش 3 سنين كنجي لمارتيل كنشوفها ما عمرني تقتل شي شاف شويه ضرر تاهو شي زيتون. اليوم غنبقاو كنجربو الحاجة الأولى في الليل نشوفو تاني لقينا شي حاجة وحدة أخرى نجربوها. جا عندنا ها هو جا عندنا السي عبدو. ها هو السي عبدو. حنا كلينا خبيزة عند هادو كيصاوبو خبيزات معروفين وزعزع كلينا وصافي دابا غنمشيو. بغيتي خبيزة عبدو؟ بغيتي خبيزة؟ فيها غير الطون وكاشير محاش تعجبك. ها هو عند كلينا عندو. مبغيتيش؟ يلا كثير محاش عجبه. المهم حنا دابا قلنا غنديروا ماكولات الشارع. سمعتي قلنا غنديروا ماكولات الشارع نجربوا كل شيء. اليوم تموت اليوم نموت. عبدو شبع نعاس وخرج وصل علينا قلت لي اليوم غنديروا ماكولات الشارع غنجربوا كل شيء. قال لي اليوم تموتي. قلت لي لا ما نموت ما والو. المهم اول حاجه درناها هي خبيزه وعبدو خدا راجل سميه خدا زعزع. قال لي خدي زعزع. قلت لي لا خويا قلت لي ما يبقى لي فين نزيد حتى حاجه عرفتي غير ثاني تاع عبدو. فين كتكون؟ كتكون حدا حدا البحر كتكون في لاكوت. المهم شوفو تاني شنو عندو مخصي ما يتكال إلا ما لقينا ما يتشرب شي حوايج نديرو الماكلة. كيكون هادوك اللي عندهم كسرو لقينا كريم هو هذا نورمال تكون في العشية تكون شكل ولكن حنا لقينا بعدا حقنا
معنا. عطاي الولد ديال الخبز ياك بلا ما نديرو الخبز. ماشي خبز لا بلاش زيد دك عطاي زيد قولي لك كيسير خبز زيد زيد صافي زيد زين كالينتي قولي شنو سميتو كالينتي ها نطقتو مزيان ياك نطقتها مزيان لا مزيان 10 على 10 ما نخلصش حيت نطقتها صح 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 بروتين 100% نباتي. شنو نلعبو؟ خلا بلا تتقاد. انا ما شويه صغيرة. كعيبه ليا قالت انا اللي باغاه ها وخدا المره الاولى وزادو زعما زدتنيش يلاه خديت لا صورتي الاول صورك عبدو حصلنا صورت كي الدليل هادشي علاش كنديرو فيديوهات باش نخليو الدليل ما كاينش كذوب خليا بالك صح كتحما ما والو سميه واش عقلت عليك لا ولا ما كلاش قولي لا رياكسيون ديال عجبك نعم ايوا ان شاء الله شنو تشالنج ناكلو لا خويا بسم الله عليا انا بغا ندوق شحال من حاجه شوف انا في الماكله ما نديرش تشالنج مع عبدو ما نديرش تشالنج معاه تعرف هي ما تاكلش وحده في الحديقه ما تقدش لا ما نقدرش عشان فخاتني صراحه زوين وكي كينفخ راكم عارفين حمص شوف واش كياك هو كاع ما كيمضى غير كيصرب اش كدير اللي عبدو؟ هو في ما يتمضى في ما يتمضى والله ايوا بالصحة والراحة الله يعاونك هذا في الميس ناخذ جوج جيبو بربي عرفتي كاين الفرق ولا كنشوفو تما الله يا جماعة زوينين هادو سمعتي انا واد غير زعمي على هادو زوينين احسن ما تفصليهم الا كان عندك نفس العبار الا كنتي عارفه العبار كان غيقدك خذي هادو حسن كاين الكويت غادي كاين الاخرين الغلافات صافي ناخذ هادي عاد ما خرجوش من هادي صافي زوينه زوينه نوال دابا ما غتبانش مزيان ما غتبانش دابا مزيان حتى للدار دابا المشكل ملي كتمشي كتقولي علاش ما خديتش هذيك ما يلاه بالصحه هذا اللون زوين الله يعطيك الصحه نوال دار في الشوكينغ قال لنا الشوكينغ من لا خاصك تشاركي معاهم داكشي اللي ضروري هذه زوينه هذا اللون هذيك تتشد من بعد شاركها معاهم يلا الله يعاونك الله يسهل عليك شكرا انت ماشي معاك هانتوما اتاي الشمال انا ما نديرش في بالي واش فهمتي دابا علاش كنحفظ ما غير عجبك اتاي بغي كاع ما دقتو لا دق شويه كدير دق واحد شويه سميه ما كتشربش اتاي عندها فقر الدم كي جاك اتاي اتاي والله بحال اتاي كي جاك اتاي بحال اتاي زوين ما فيش سكر دابا هذا لا نورمال في كل شيء كل اللي خاص بينا كل واحد فاتح اتاي كرجع لا ترجع دابا ترجع صافي دابا كنتمشاو شي شويه في لاكوت انا وسميه ومعنا عبدو اي عبدو المهم دابا بلاش نقول لكم نفس الاكل ولا صحاب انا كنلبس غير هادي قلت لي لبستي راه كاين البرد البرد شوف خسر مع قصيره كاع ما شد لك راسك المهم انتم حنا كنتمشاو في لاكوت راه عامر شوفوا حنا معنا عبدو واحد وعبدو جوج غنديروا لهم دابا واحد البرانك يكونوا ماشي وغنقول لهم عبدو غيدوروا بجوج بهم المهم نشارك معكم هاد اللقطه زوينه حيت نقولوا حنا كنديروها اليوم ها هما سابقين هيك اسمي ضحكت ولا لا علاش كان عيطوا تلفت لينا دابا يكونوا غادي نقول لهم طيب راه بجوج المهم خديت شحال من حاجه صراحه زوينه اللي ضغى وخديت شي تخربيقات المهم تمشي مشات معك كلشي كلشي رخيص وزوين
ومجربه لك كيك ديالي ياك في الحماس في الماء بس دابا اصلا غادي نبغي ندير ان شاء الله البيك ديالي. ها انت عندك افكار شري طابيش حق خاصين فني طابيش اللي انا عندي في حالهم وكنصبر والله الا خديتي من هنا لا كنت خديتهم غير لماما ما عرفتش وقيلا ماما ما عرفتش منين خدام فهمتهم زوينين عرفتي بحال الصوف وقيلا عرفتي هادو عطيتها لماما وانا خديت هذوك انا عجبوني دوك اللوينات لا لا اللي خدات نوال واعر زوينين 30 درهم فني انا كنت نديرهم في بيت النعاش ولا في الكوزينه كل مره واعر ديما كناخذهم من هنا كنقولها للبنات ها انتم حنا كنتقداو هما مساكن كيتقلوا الله يسمح لنا منهم عبدو ها انتم شفتوا ضرب جوج عبدو واحد وعبدو جوج عرفتوا من قبيله درنا لهم شحال مره ولا كيقول لها شنو اش بغيتو شوفوا يا اختي لاكوط عرفتي الناس راه جالسين شو راه جالسين الناس هي شتي ولا شتي دابا نشوفو شي بلايصه نجلسو ناكلو فيها غير بوش راه كاينين هنا دزنا شحال من واحد غير باقي ما قررناش هيا سميه جينا لاكوت بغينا ناكل بالبوش حنا جلسنا هنا شي واحد جليسه شنو غدير عبدو ها 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 شنو جا غدير انا نتفرج فيكم نستناكم تاكلوا بالبوش ها حنا هنا الله 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 ما كبيرش بزاف ولكن ماشي مشكل موين ما كاينش كبير زلافه كبيره دابا هذا مع صغير دير 10 عشرة يلا تحس براسك بيتي ببوشة كبيرة كلي بقشرتو ناكلو بقشرتو ماني مهاوشة صغيرة أنا غندير واحد خمسة عكسات ناري قوستي لي نحكست ها وحدة ها جوج أجي نديرو مسابقة جوج زلاق ثلاثة صحابي شفامج والله ما نكمل أنا ببوشة هذيك أربعة ديري تربي تحدي خمسة دير نشوف شحال درتي 100 درتي طيب برا شحال درت دير ما تحدي كاين شي ناه كاين دابا هذه يلا وحده كبيره ها دابا كنرجع دابا هذه يلا وحده بسم الله كنحمق على البكوش وراه مفيد بزاف كل البكوش المهم حنا الا قطعنا الحس وكتشتونا ها انتم الببوش مع داكشي اللي شفتو قبيله الجزء الاول دابا الحمص سميه قالت لعبد الجليل قالت لي ماري عندك ضرك قال لها شكون هو قال لها راه هو خصو يخاف على راسو شوفوا الطابله هذه والله يتا بزاف الحرب شوفوا سبقونا ولكن هما اللي سبقونا اللي ربح درنا تحدي اللي ربح انا الاول عبد الثاني درنا تحدي اللي غير الاخرى غتبات برا شكون اللي غش هما غشوا بيناتهم خديتي لا 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 انا راه كنخدلاتني اللي تدك شي واحد قبيله ربحتي شي واحد زبطتهم عبدو رجل سميه هو الاول ربح تبع عبدو عبدو ديالي عبدو عرفتي شنو داير شنو درتي نتايا عرفتي كنشوف فيك كيدير هكا عرفتي كيقول لي عبدو واش نتايا ما كتصرفش كتاكل ويقول لي لا دوك الحبات اللي بقاو الاخرين كلهم خارجين عرفتي كيدير ما كيصرفش المهم ربحونا ولكن المشكله هو صغير ماشي كبير سميه دائما الاخرى دغيا سالي وكان كبير دغيا بغيت سالي بصح المهم تي درنا الاشتراك وما خدو الحمص ما خدو لا 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 ما خدوش لا لا دوك بعدا لا كنعرفو ولكن صح ما خدتش عرفتي تابعنا واحد عيد ميلاد تبعنا عيد ميلاد هادو حلوه ديال لاكريم ما عرفتش كي غنديرو لها باغي نتعشاو ها المهم الا وقعت لنا شي حاجه حنا عاودنا لكم قلنا لكم السبب كلشي شفتو معنا كواليس انت افتراس عبدو خدا الحمص وهنايا الحمص كيخليوه بالبلو ديالو كيجي زوين ماشي كيخليوه نورمالمون غير كيشربوه به ياك كيجي زوين كيخليوه مع البلو ديال البكوش لا لا غير ديال الحمص هذا ديال البكوش سولو ذوقني شوفوا واش بلو ديال البكوش ولا بلو ديال الحمص ديال البكوش صافي ما نكذبوش لا نعرفها هذاك بلو ديال البكوش ياك كلشي كيديروا بحال الطريقه صافي قالك السيد قال لنا كيديروا معاه البلو ديال البكوش المهم الطريقه انا ما كنت بلو لا حبه
جينا ناخذ شويه ديال السقراط هكا باش نقصرو سميه انت كلاطاش هاد البطاط زوينين حنا بغينا لك الزريعه الكبيره ما كايناش ماما ديال راسك تكون هنايا ما عرفتش واش ما كايناش هادشي اللي كتكون كبيره الله يرحمها لا ما بغيتوش انت بغيتي امتى انا بغي انا تاخذ ديالي انا غتقسم معايا انت عندك انا ما خديتش انت ما خديتيش هبطنا اختي عند جيراننا دايرين عيد ميلادك خالتي سنة سعيدة بالصحة والسلامة إن شاء الله لخيتها إن شاء الله تفرحي بها شوفها كيف ما بغيتيها يعني. قالت لي مسكينة ما لقيناش حلوة كبيرة قلت ليها هادو زوينين يا أختي هبطنا نحتفلوا مع الجيران خفتي الحادقة تبارك الله عليك يلا خرجتيهم من الفران يلا خرجتو باقيين سخانين هانتوما اختي صدقوا ليك اليوم بصح انتي تعرفي وتضربي هادشي شحال ضربتي تما تعذبتي تعذبتي هانتي وام باليتيهم داكشي شدك الوقت اختي لي زانفيتي بداو يجيو سارة زوجة مسافر صحة وسلامة ما شاء الله شي مستقبل زوين ان شاء الله حتى من ديالنا صافي حمرتي فيها طوموبيل لا واجل واجل حتى حصلت بقلبي هي الدار هي الدار والله يسهل اللي كتمنى ان شاء الله يلا طلعنا من عيد ميلاد عرفتوا الكاو كلشي جالس كلشي كيحكي شفا ولكن كتلقى كلشي فنيان اللي مسافر كلشي دايت دابا وقت الراحه خليتهم مازال مقصرين قلتلهم يا والو تقولي واش نزيد معاكم دقيقه انا كل هذا هذه البطاطا ديالي بغيت شي حاجه مالحه كنتفرجوا انا عندو على ما طلع سمية ها هي طلعت وقيلا هربت ليها نمشي نحلها شنو هاد الوقت فين كنتي كندير انا خاتمة ديال الفيديو ديالي مزيان قلت لها سمية وقيلا هربت ليها صورتي انت كملتي كملتي كم ما ساليتيش دابا صافي هادشي اللي كاين البنات اختي نصوري معكم فيديو هنايا حيت عييره اليوم عينا بزاف عرفت رجلي انا هادو العصب ديال رجلي كيضربني كنت دوزت نهار زوين ساعداتك اختي بزاف اجي اختي ختمي معايا الفيديو تفكرتي بعدا كلشي تشاككنا ضروري اختي ختمي الفيديو ديالي معاها انا غندخل ندوز شوف حاجه كبيره شحال هادوك كتلصق سميه هي اللي نظمت هي اللي قادت
هي اللي صوبت ماما سميتها ساره كنسا قلت لي كان عندها عيميات قالت لي عفاك انت انتقادتي وداكشي صافي وما طلعات حتى فرقت طبيس لي صغيورين صبر كل واحد وحقه ايوا شنو كاين اهم حاجه ضحكتي المهم دوزنا وقيته زوين صورتي فين صورها كتصورها في انستغرام داكشي المهم كتشوفي الواحد فرحان هادشي اللي كاين صافي تقادت الهضره خدات الهضره اختي تغدر ان شاء الله ختيمه ضروري حتى انتي خصك ديريها انا نجلس حداك دابا ديريها المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم صحوا راه دابا الوحده ونص حتى الفيديو الجاي ان شاء الله حتى انا ما دابا باقي المهم غير نكملوا سلامه.